يكون عندنا اكبر عدد من الهدوم باقل فلوس، وايه هي ارخص طرق تخلي في دولابنا هدوم كتير قوي؟ الموضوع ده لعبتي من زمان، لان انا مريت بنفس التجربه. فكره ان انا دايما ببقى محتاجه هدوم علشان الدراسه وعشان الكليه وعشان الكلام دوت، لكن دولابي دايما فاضي وما فيهوش هدوم. فدايما كنت بدور على ارخص الطرق اللي تخليني اقدر ابني دولاب يكون شيك ويكون قايم، واقدر ان انا البسه ويفضل معايا سنين ياما، ما احتاجش ان انا كل سيزون اغيره، لكن باقل تكلفه وباقل فلوس على حسب البادجت بتاعتي انا. طب هنا نبدا، هقول لكم خلاصه التجربه بتاعتي وعصاره ان انا بنيت دولاب باقل تكلفه وباعلى كواليتي حرفيا. انا رسمت بقى الفيديوز عن ازاي نبني دولابنا صح، وازاي نلبس لو احنا بتيت، وازاي نعرف الستايل بتاعنا عن الهدوم المستعمله وعن اي حاجه ليها علاقه بالفاشن عموما. فلو انتم مهتمين كملوا الفيديو. اول طريقه معانا هي شراء المستعمل. انا عارفه ان انا اتكلمت على الموضوع ده كتير جدا، لكن بجد هي ارخص طريقه نقدر نوفر بيها هدوم بكواليتي عاليه وجوده كويسه تقعد معانا سنين كتير باقل تكلفه حرفيا واقل فلوس. الهدوم المستعمله او الحوار ده عموما متقسم تصنيفات كتير لفكره شراء المستعمل. يعني في الحاجات اللي هي بتكون مستعمله حرفيا يعني ملبوسه او كده، في الحاجات اللي هي بتكون بالتيكتس يعني ما اتباعتش اصلا، او هي كانت في مول مثلا، او هي بواقي مصنع ما اتباعتش، في دول بتشتريها وتباع بتكون بالتيكت بتاعتها محدش لبسها اصلا دي. وتالت حاجه هي السكند هاند، يعني الايد الثانيه ان احنا نشتري حاجه بتاعت حد او كده. انا جربت معظم الحاجات دي وانا بشتري، ان انا بشتري بقالي كتير يعني، لكن الحاجه الوحيده ما جربتهاش هي السكند هاند. لكن ممكن نقول ان انا جربته باعتبار ان انا ساعات باخد حاجات من اخواتي، الحاجات اللي هم مش عايزينها او الحاجات اللي هم بطلوا يلبسوها، فده برضك يعتبر سكند هاند. شراء المستعمل هو ارخص طريقه. وليه شراء المستعمل هو اول حاجه على القائمه بتاعتي في ان انا ابني دولاب بتكلفه قليله او بفلوس قليله؟ الحاجه هو بجد ارخص حاجه نقدر نوفر بيها الهدوم. يعني انا عندي هدوم من اول مثلا 10 جنيه و15 جنيه لغايه مثلا اغلى حاجه اشتريتها كانت 500 جنيه، عشان دي كانت حاجات اصواف طبيعيه، كان كود كده وكان كله اصواف طبيعيه. فبجد دي ارخص طريقه من ناحيه الفلوس. ومن ناحيه تاني حاجه الجوده، بجد الجوده بتبقى عاليه جدا ومختلفه جدا، لان دلوقتي المصانع بقت بتحاول توفر وعايز تكسب على قد ما تقدر، فبتقلل الجوده بتاعه التقفيل، بتقلل الجوده بتاعه الاقمشه، فكل الحوارات دي بتاثر على العمر بتاع القطعه بتاعتنا. يعني هدوم الصيف اللي احنا لبسناها كام مره وخلاص الموضوع انتهى، هي عقبال الصيف الجاي مش هنلاقيها اصلا، عكس لما نشتري حاجه من الهدوم المستعمله. يعني مثلا لو هشتري قطن فهو هيبقى 100% قطن. برضك الاصواف الطبيعيه في الشتاء، يعني انا في حاجات ياما اللي كنت اشتريتها من المستعمل عمري ما كنت اقدر اوفرها في الطبيعي لانها بتبقى غاليه جدا زي الاصواف الطبيعيه. انا كل هدومي في الشتاء دلوقتي بدلتها وخليتها كلها حاجات اصواف طبيعيه، وبرضك في الصيف اغلب الوقت بلبس لا اما كتان لا اما قطن من المستعمل برضو، عشان ما بقتش احب ان انا البس بوليستر وما بقتش بعرف البسه اصلا، بيبقى عندي حساسيه منه. فكل الحاجات دي بنقدر نوفرها من المستعمل بسهوله وكواليتي عاليه بتقعد معايا سنين ياما قوي عقبال ما افكر ان انا اطلعها من دولابي. وتالت حاجه ودي اهم حاجه بالنسبه لي هي نقطه ان انا متفرده باللي عندي. يعني اللي عندي مش عند حد حرفيا، القطع اللي بنلاقيها في المستعمل صعب قوي قوي ان انا اشوفها في مكان تاني، وصعب ان انا الاقي حد تاني لابسها. يمكن تكون حصلت معايا مرتين، كنت شاريه مره فستان ومره قميص، الفستان شفته بعديها بسنتين في نفس المكان، او في نفس المكان كان في المنشيه، كان في محل من ضمن المحلات شفته تاني، وكانت حاجه يعني مبهره بالنسبه ان انا شفت الحاجه مرتين، دي حاجه قليله قوي انها تحصل. برضك نقطه ان انا حتى لو القطعه دي كانت ترند وانا اشتريتها من المستعمل، فبرضك قطعتي هتكون مختلفه عن اللي موجوده في السوق، عن اللي بيعملها المصنع. يعني المصنع بيختار ديزاين معين كلنا بنشتريه او كلنا بنلبسه، وده بيبقى متوفر في السوق، عكس المستعمل هيكون حاجه مختلفه. يعني الحاجات الشبك السيف دوت كانت حاجه ترندي وكانت حاجه موضه، انا ده جايباه اخر الشتاء اللي فات، قلت ان انا البسه وانا اصلا نسيته مركون في الدولاب، كان ب10 جنيه. فده هو شبك برضو نفس الفكره ونفس الموضوع، لكن ده مختلف جدا عن اللي موجود في السوق، عن الشكل او الديزاينز الموجودة في السوق اللي بتتباع. ففكرة التفرد، فكرة اليونيكنس، فكرة ان انا عندي قطعة لوحدي بقت حاجة كول قوي، وبقت حاجة كل الناس تحب تعملها دلوقتي. يعني هو اصلا شيء المستعمل بقى منتشر قوي غير الاول، ممكن بسبب السوشيال ميديا، ممكن بسبب ان الناس دلوقتي بتدور على حاجات على الستايل بتاعها وعلى ذوقها هي. وده ينقلنا الرابع نقطة، وهي فكرة ان اسهل طريقة ان انا اعرف بيها ستايلي هي شراء المستعمل. اروح اشتري مستعمل تبقى الهدوم كلها في كل حتة وكله متعلق على الستاندات، مفيش مانيكان لابس حاجة، مفيش صورة لطريقة لبس او صورة لحاجة معينة، مفيش قطع مثلا ترندي منتشرة في كل حتة، فعقلي من غير وعي بيشتريه عشان بيحس ان دي ستايله، لكن في الواقع ده مش بيبقى حقيقي او مش بيبقى واقعي. غالبا بيبقى عقلنا متاثر بفكره ان ده منتشر وان ده لابسه وانه موجود على المانيكان في كل حته في المول او في المكان اللي بشتري منه. فانا ما بيحصلش في المستعمل، في المستعمل بروح اشتري القطعه اللي على هوايا، اللي عجبتني، لفتت نظري، لونها عجبني، شكلها مختلف.
فدي حاجات مهمة جدا في بناء الدولاب، في فكرة ان انا الستايل بتاعي، فكرة ان انا يبقى عندي حاجات هاي كواليتي بفلوس قليلة. بس نعمل فيديوز عن هدوم المستعملة على طول، لو حد اول مرة يشوف الفيديو دوت هتلاقوا قايمة فيها كل المعلومات عن هدوم المستعملة بشتريها منين في الاسكندرية والفوارق ما بينها، وسيرفت هولز كتير قوي كنت عاملاها قبل كده. هسيب لكم القايمه في الديسكريبشن بوكس، وكمان هسيب لكم فيديو هنا مهم ممكن تشوفوه برده. اخر حاجه بقى في النقطه دي هوريكم قطعه كنت شاريها رخيصه ولحد الان قاعده عندي في الدولاب، قيمه جدا سواء خامه او سواء الديزاين بتاعتها، ولكن كانت بفلوس قليله قوي قوي. اول حاجه هبدا بيها هي البنطلونات. البنطلون ده كنت شارياه ب 10 جنيه او كده او كده، مش عارفه على حسب المكان الفاضي هنزل لكم الصور. مش عارفه انا شعري مهيش من هنا ليه، مش عارفه ليه مش عامل زي كده، الموضوع ده مزودني. يلا ما علينا. البنطلون ده كنت شاريه ب 10 جنيه. البنطلون ده عندي من وانا في الكليه سنه اولى تقريبا اشتريته، يعني بقاله حوالي 6 سنين تقريبا. الست سنين كلهم انا لبسته، هو دلوقتي حاليا بدا ان هو يتهلك، لكن انا برضك لسه بلبسه ولسه بحبه، وكان نافعني في الاوقات اللي دخنت فيها واللي خسيت فيها. طبعا الديزاين بتاعه حلو جدا مختلف، وكان اصلا مختلف جدا لما جيت البسه وقتها علشان ما كانتش لسه في تنوع في البنطلونات الجينز زي دلوقتي. حلوه جدا ان هي تقعد كل ده، الحاجات القديمه والحاجات الفينتج بتبقى الجوده بتاعتها مختلفه جدا جدا، بالذات الحاجات الجينز. هي البنطلونات دي بتاعت بورسعيد، انا شاريها من بورسعيد اخر الشتاء اللي فات، كان الواحد ب 75. انا جبت اصلا دفعه كبيره وقتها ليا والكل اللي في البيت، وكانوا بردك حلوين جدا وخامتهم حلوه جدا، وكان في حاجات ساعتها في بورسعيد بنطلونات اشكال كتير جدا، كانت رخيصة صراحة بالنسبة لقيمتها وبالنسبة للخامة بتاعتها، وانا من ساعة ما جبتهم وانا بلبس غيرهم. حاجة هو الفستان الكتان ده بردك بقاله عندي فترة طويلة، انا اللي اخترت ان انا اوريه لكم عشان انا بحب الديزاين بتاعه. الديزاين بتاعه مختلف جدا، وعمر ما مصنع يقعد يعمل ديزاين زي ده، لان في خياطات ياما قوي في تفاصيل كتير قوي. بردك عندي من زمان، ده عندي اصلا من قبل ما انا في الكلية، بس انا حاليا مش بلبسه كتير زي ما كنت بلبسه الاول. لكن برضك هو كان حلو، كنت جايباه مش عارفه ب 15 جنيه او ب 10 جنيه، ولحد الان خامته ما فيهاش اي حاجه، وهو كتان تقريبا، وهو تقريبا كتان طبيعي عشان كده قاعد كل دوت. بس انا حاليا هحاول ان انا اشوف له طرق البسها بيها، لكن بحبه بجد قوي، وشكله قايم قوي كده، وشكله ارستقراطي كده، تحس ان هو قايم. طبعا غير بقى كل القطنيات اللي انا بشتريها، سواء بقى تيشرتات سواء بقى قمصان، كل الحاجات دي بتبقى موجوده عندي، وكل الحاجات دي بشتريها من المستعمل، بتبقى في الصيف ارخص بكتير، بتبقى ب 10 و15 و25، غير الشتاء يعني الشتاء ممكن يكونوا اغلى شويه. لو بقى حد عايز يشوف الفيديوهات بتاعه الشتاء يقدر يشوف القائمه اللي انا قلت لكم عليها، هتلاقوا الحاجات اللي اشتريتها في الشتاء. بردك بشتري الاصوف الطبيعيه والحاجات دي بفلوس قليله جدا جدا على الرغم من قيمتها العاليه. تاني حاجه معانا هي الخياطه، والخياطه انا عارفه الناس كتير مش هتحبها وناس كتير هتبقى مش متفقه معايا عليها. ناس ياما بتمل من فكره الخياطه، بتمل من فكره الوقت، من فكره الحاجه مفلاش زي ما انا عايزه، او بتبان ان هي متخيطه مش بتبان ان هي هدوم شاريها من مكان. انا عارفه كل المشاكل دي عشان انا مريت بيها، لكن حل الموضوع ده ان احنا فعلا نشوف خياط شاطر يخيط لنا، لان انا بحب فكره الخياطه او بشوفها مميزه بردك في فكره ان انا اللي بختار الديزاين، انا اللي بختار القصه المناسبه للشيب بتاعي، انا اللي بختار اللون، انا اللي بختار الماتيريال اللي انا هعمل بيها، وانا اللي بختار التقفيل. فكل الحاجات دي بتخلي القطعه بردك مميزه، او القطعه دي مختلفه عن القطع اللي موجوده في السوق، وفي نفس الوقت دي متفصله على مقاسي حرفيا، اللي هو دي حاجه ليا انا لوحدي، حاجه اكيد هتبقى مظبوطه عليا وبروفيشنال. ده اللي بيخليني احب الخياطه. انا طبعا الاول مريت بردك بنفس المشكله، جربت كذا مره خياط بس الموضوع ما كانش بيظبط وما اتظبطش، غير لما اختي هي اللي بقت بتخيط لي، هي بتحب الخياطه وكده وتعلمتها لوحديها، فهي صراحه بتخيط لي حاجات حلوه كتير. فعشان كده انا بحب ساعات الحاجات اللي مش لاقيها في المستعمل ولا شايفاها مثلا في محلات ان انا اشتريها، او لو شايفاها في محلات ممكن برضك خياطه، لان المحلات مش بتبقى بالجوده اللي انا عايزاها، ومش بتبقى بالطريقه اللي انا عايزه بيها القطع. يعني هديكم مثالين على فستانين انا فصلتهم، واحد فصلته اخر الصيف اللي فات، واحد فصلته الصيف ده. اللي فصلته الصيف ده كان الفستان الابيض ده، انا بلبسه غيره حرفيا معظم الصيف علشان هو بيريحني وبيبقى مريح كده، بالذات في الايام الحاره ما ببقى نازله مشاوير، فبحب البسه، وكمان عشان ليه طرق كتير قوي اقدر البسها بيه. المهم ان انا كنت جايبه قماشه تقريبا كان عامل مترين ونص اعتقد، حاجه زي كده، كانوا عاملين 200 او 200 وشويه عقبال ما جبت السوست مثلا والحاجات دي، فهيطلع مثلا عاملين 250 تقريبا. حتى حطينا، انا طبعا ما دفعتش فلوس خياطه، لكن لو حتى حطينا فلوس الخياطه، الخياط مثلا ممكن ياخد 100 جنيه 150 جنيه ده بالكتير اعتقد، يعني انا بقالي ما سالتش، لكن اعتقد ان هو 150 هيبقى كويس يعني، فمثلا هيقف عليا ب 400 جنيه. انا لو رحت بقى اشتريه من بره عمري ما الاقي فستان ب 400 جنيه بالجوده دي وبطريقه الفستان ده، لان المصانع بتبقى بتعمل الحاجه عشان ان هي تكسب فيها، هي مش مهم عندها تجربه المستخدم، مش مهم عندها الخامه ولا الكواليتي ولا شكل الديزاين ولا كل الكلام ده، بالذات الحاجات العاديه بتبقى في المحلات العاديه. ف
فبالتالي مش بنلاقي الفساتين بالوسع ده، مش بنلاقيها بالقصة دي. القصة دي بتاخد قماش كتير جدا وبتاخد وقت طويل جدا عقبال ما تتخيط، اللي هي الدرجات اللي فوق بعض دي. فلو لقينا حاجة زي كده هتبقى غالية جدا، هتعدي الألف جنيه، ويوم ما هتبقى رخيصة هتبقى بتمنمية جنيه 900 جنيه، هتبقى الضعف التكلفة اللي احنا كلفناها لما خيطنا. ولو لقينا حاجة زي كده ورخيصة مش هتبقى بنفس الجودة، هتبقى حاجة أقل. وتاني فستان هو الفستان البيج ده، الفستان ده بقى واقف عليا بتكلفة قليلة جدا، واقف عليا ب65 جنيه. ازاي؟ عشان انا ساعات مش بنزل اشتري القماش جديد، لكن ساعات بشتريه من الساعة. الساعة اكيد مامتكم كلها عارفاها، الحتة اللي هي قبل الساعة على طول عند مستشفى العمال، الحتة دي بيبقى فيها القماش هناك بالكيلو. فساعات كده انا واختي بنروح ناخده جولة عشان هي بتخيط على طول، فبتروح تشتري من هناك. القماش هناك ارخص بكتير من اي مكان، وطبعا بناخد كمية كبيرة جدا عشان بيبقى بالكيلو مش بالمتر. فكنت جايباه امتار كتير قوي صراحة، مش عارفة بكام، بس كان كلهم عاملين 65. فعملت اكبر فستان عملته كان الفستان ده، برضك اختي اللي مخيطاه، بحب برضك البسه قوي، وسعه واسع جدا. طبعا انا اصلا قبلها كنت داخله على زارا شفت حاجه زيه وكانت عامله 1000 وي تقريبا. الفساتين دي اصلا معروفه المتدرجه دي، انا بحب البسها قوي، بحسها مريحه كده وواسعه كده، فانا بحب اعملها على طول. فهي بتتكلف قوي لو هنشتري قماش، وبتتكلف لو هنشتريها بكواليتي كويسه من محل. فهو يعتبر مثلا واقف عليها ب65. لو جبنا قماش زي كده وخلينا خياطي يعمله ممكن مثلا دفعنا ب250 جنيه، فمش حاجه بالنسبه لفستان، ومش حاجه بالنسبه للاسعار اللي بره. وطبعا الجوده مختلفه على حسب ما انا اخترت وعلى حسب ما انا حابه. ده موجود وده موجود، تقدروا تختاروا اللي تحبوه، تقدروا تجربوا هنا وتجربوا هنا وشوفوا ايه الانسب ليكم وايه المناسب للبادجت بتاعتكم اكتر، وشوفوا خياط كويس تتعاملوا معاه حتى لو هياخد وقت ان هو يعمل حاجه، بس المهم يطلعها بجوده كويسه، هتبقى حاجه حلوه قوي، هتقعد بردك فتره طويله في دلابكم. والاحلى والاحلى لو انت اتعلمت خياطه، دي صراحه حاجه نفسي اجربها من زمان، وكل صيف تقريبا بقعد اقول ان انا هستغل الصيف وهتعلم خياطه، بس انا ما بتعلمش حاجه، بس حاجه حلوه صراحه الواحد يكون بيخيط، حاجه مميزه جدا. دلوقتي وقت ان انا افكركم لو حابين تنضموا للعيله، لسه مبنيه في العيله دي، بنهتم بمشاكلنا في الفاشن وازاي نحلها وازاي نكون شيك بس اون بادجت. فلو انتم مهتمين تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يشوفكم كل جديد، وتعملوا شير لاصحابكم المهتمين، تنسوش تتابعوني كمان على السوشيال ميديا هتلاقوها في الديسكربشن بوكس تحت. تالت حاجه معانا وهي اعاده التدوير او الابسايكل. التدوير بقى من الحاجات اللي بتخلي عندنا هدوم من ما فيش حرفيا، يعني انا بدفع زيرو تكلفه، او التكلفه بالنسبه لي بتبقى زيرو، مش عارفه الاولانيه قلتها صح ولا لا، ما علينا. يعني لان انا بدي فرصه لحاجه عندي مركونه في الدولاب، او حاجات انا بطلت البسها، او حاجات شايفه ان هي خلاص ما بقتش مناسبه للستايل بتاعي، بحاول ان انا اخليها على الستايل بتاعي اكتر. فدي حاجه حلوه قوي، حاجه سبيشال قوي، ومش لازم ان احنا نعمل حاجات اللي هي تحول، يعني مثلا اجيب بنطلون واخليه فستان والجو ده، ده بيبقى عايز خياطين شاطرين. لكن احنا ممكن نعمل الحاجات البسيطه اللي هي الدي اي واي، اللي هي حاجات مثلا نجيبها من على بنترست او من على اليوتيوب نجربها، او حتى حاجات على ذوقنا احنا. يعني انا معظم الفيستات اللي عندي كانت اصلا بلوفرات، لان انا اول ما جيت اجرب الفيست ما كنتش متاكده انا هحبه ولا لا، فكان عندي البلوفر ده كان مركون وكنت بلبسه قليل جدا، يعني دي مثلا المره الوحيده اللي انا لبستها فيه وعندي من زمان. فقلت ان انا اقص الدراعات علشان اخليه فيست واجرب الموضوع، لو لقيته حلو وقتها هشتري فيست. وفعلا كان حلو جدا، وانا اغلب الوقت بلبسه وبلبسه في الخريف والربيع وفي الشتاء تحت الهدوم. فانا ما عملتش حاجه حرفيا، انا حتى قصيت بعض الخياطه عشان ما اضطرش ان انا اخيط وما اضطرش ان انا اتني الطروف وكده. فهو عندي بردك من زمان، وانا اصلا كنت جايباه رخيص، وطبعا لما انا غيرته كده بقت التكلفه عليا مفيش اساسا وانا بلبسه على طول. تاني حاجة كان الفستان ده، الفستان ده برضه كنت جايباه ب25، وده بقى اللي حولته اصلا لفستان سواري. انا جبته مكنتش عارفة اعمل بيه ايه، لان هو كان ديزاين بتاعه مش عارفة، مش هعرف ان انا اكجوله بالنسبة كمان لستايلي وقتها، ففضل مركون في الدولاب لغاية ما كان عندي مناسبة، مكنتش لاقي حاجة على ذوقي ولا لاقي حاجة احبها او البسها. فقلت ان انا بقى هعمله عيادة تدوير، فركبت له الدراعات السول دي، ورحت جبت الحاجات اللي هي في الويست ومن تحت دي جاهزة، وركبتها فيه خيطتها وطرستها بس بخرز. فبقى فستان سهره جميل جدا، كل اللي يشوفه فعليا بيعجبه قوي وبيلفت نظره قوي. تقريبا الحاجات دي اتكلفت معايا 200 جنيه بالخرز بكل حاجه، يعني كان واقف عليا كله ب 175 جنيه، بس هو كان تحفه. فمش لازم نعمل حاجات شقلباظات، يعني ممكن بردك حاجات زي الصور دي كده، دي عامله قلوب في البنطلون، يعني قصه البنطلون وعامله قلوب فيه، بردك عجباني قوي، عايزه اجربها في بنطلون يكون عندي. وبردك هنزل لكم شويه صور كده تاخدوا منها الهام من بنترست.
رابع حاجه معانا وهي الشراء في الخصومات. الموضوع ده بقى كان جيم تشينجر بالنسبه لي، وكل الصفقات الرابحه اللي عملتها في دولابي كانت في الخصومات. انا بستعمل التكنيك ده لما اكون هشتري حاجه غاليه وهي جديده، او يعني من محل، او غالبا بيبقى في الجواكت والاوت ويرز من الهدوم المستعمله عشان بتبقى غاليه، عشان ببقى بدور على حاجات معينه واصواف طبيعيه وكده فبتبقى غاليه شويه. وغالبا من الحاجات اللي بشتريها جديده بتبقى الشوزات او الشنط او الحاجات الجينز. انا معظم الحاجات بعرف اجيبها من المستعمل عادي وبعرف الاقيها، فهي دي الحاجات اللي بتبقى ناقصه دولابي، ودي الحاجات اللي بستناها في الخصومات. يعني اول السيزون بنشن على الحاجه وبروح اشتريها اخر السيزون. الموضوع ده بينفع قوي بالذات في الشوزات والشنط والهدوم المحلات، عشان كده كده كل المحلات في الاخر بتعمل تخفيضات وبتعمل خصومات، فغالبا الحاجه لو اشتريته في اول الخصم هتلحقوا تشتروها عادي، هتلاقوا مقاساتكم عادي. لكن المستعمل مش في كل الاوقات، لان في حاجات بتبقى لقطه فبتتلقط بسرعه حتى لو هي غاليه. دي فيها حاجه مهمه قوي ان احنا نشتري الحاجه اللي تكون على ستايلنا ونتجنب الحاجات الترندي، عشان المشكله دي وقعت فيها اول ما بدات ان انا ابني دولاب، واول ما بدات ان انا اشتري كنت شاريه وقتها 2 شوز من بيكسي كان عليهم عرض، لكن وقتها لما اشتريتهم كانوا عاجبني وطلعوا هم حاجه ترندي. انا ما كنتش عارف اصلا الشوزات بردك والشنط فيها حاجات ترندي وحاجات مش ترندي، فوقتها اشتريتهم لبستهم شويه، وبعدين جيت اطلعهم الصيف اللي بعده لقيت ان هم كانوا ترندي محدش بقى لابسهم، وفي نفس الوقت هم مش على ستايلي فتركنوا وما استفدتش بفلوسهم حاجه. فنركز واحنا بنشتري ان احنا نشتري قطع تكون تايمليس او حاجات على ستايلنا، او بحس ان احنا لو ما حدش لبسها فانا هلبسها عادي، لو ما بقتش موجوده فانا اللي موجوده بيها عادي. الموضوع ده بيكون حلو قوي لان انا اول كل سيزون هيكون عندي كده كده هدوم جديده ما اتلبستش او اتلبست حاجات بسيطه ولسه جديده زي ما هي، وده حلو قوي للناس اللي مش عايزه تشتري مستعمل، مش عايزه تقيد، فممكن كل اخر سيزون او مجمعه البادجت بتاعتي كلها اخر الصيف مثلا وانزل اشتري بقى في الخصومات بقى وكده، واشيلهم على الصيف اللي جاي هاجي اطلعهم هلاقي عندي هدوم كتير جدا. واخر الشتاء عامل نفس الفكره سنه ورا سنه، لو انا بشتري صح وبشتري الحاجات بكواليتي كويسه هلاقي ان انا عندي دولاب كبير فيه هدوم. يلا بينا بقى اوريكم ايه الحاجات اللي انا اشتريتها في ايام الخصومات. كانت اللوفرز دي، اللوفرز دي كنت شاريها من جوي وروي، كانت ب 600 جنيه تقريبا، او مش عارفه 500 وحاجه، لكن انا خدتها في اخر السيزون 350 بقى لها معايا تالت سنه او تالت خليفه تحضروا معايا، وحرفيا ما فيهاش اي حاجه وانا بلبسها على طول، واصلا اتلبس معايا طول السنه حتى مش في الشتاء والخريف بس. وتاني حاجه الصنادل دي اشتريتها السيزون اللي فات، ده صندل وسليبر كان الواحد اصلا ب 600، لكن انا اشتريت الاثنين اخر السيزون ب 600 جنيه. برضك في حاجات من المستعمل زي الجاكيت ده كان 350 اول السيزون، لكن اخر السيزون خدته ب 150 جنيه بس. حاجه معانا هي الشوبنج ليست. الشوبنج ليست بالنسبه لي فيها ثلاثه تيبس مهمين جدا هيفرقوا معاكم قوي قوي وانتوا بتشتروا، هيفرقوا معاكم قوي في كميه الهدوم اللي هتكون عندكم في الدولاب. اول حاجه معانا قبل ما ننزل نشتري، وقبل ما ننزل بقى ناخد فلوسنا ونبقى مبسوطين كده ونروح نرمح بقى بيهم في المحلات ونشتري كل اللي يقابلنا، لا احنا هنقعد شبه الحلوين كده ونقوم عاملين جرد، بحط فيها الاول الحاجات اللي انا محتاجاها ضروري اللي هتكمل حاجات عندي، وبعدين احط فيها الحاجات اللي انا نفسي اشتريها والحاجات اللي انا حباها. اول حاجه بقى معانا ان احنا بعد ما عملنا الشوبنج ليست هنحولها لويت ليست، يعني لو انا شفت حاجه عجبتني قوي هسليب اونيت عليها كده شويه او هصهين كده عليها شويه، بمعنى انا مثلا شفت الكارديجان ده عاجبني قوي وعايزه اجيبه قوي، ف هركن الموضوع كده شهر شهرين كده لغايه اما اتاكد ان انا فعلا عايزاه وان انا فعلا حباه وعايزه اشتريه وعايزه اضيفه للدولاب، لان ساعات كده في حاجات بتلفت نظرنا في وقتها وبعدين مثلا نروح نشتريها بعد كده اجي البسها تاني او اجي اطلعها اقول عقلي فين وانا بشتريها او كان وجهه نظري ايه وانا بشتريها، فاحنا عايزين نتجنب المشكله دي ونتجنب الحاجات اللي نجيبها وتتركها لما نتاكد ان الحاجه دي انا فعلا محتاجاها وفعلا لحد ما عدى وقت انا نفسي اشتريها ونفسي البسها وحابه ان انا ادفع لدولابي. تاني حاجه وانا بشتري لو انا لسه ما عنديش دولاب او لسه مش بانيه دولابي صح، لازم يكون عندي البنيه الاساسيه للدولاب اللي هي البيزكس والقطع التايمليس. انا بشوف ان الحاجتين دول اساس الدولاب، لما فعلا بيكون عندنا في الدولاب بحس ان انا بكون عندي امكانيه اكتر في ان انا اختار القطع اللي احبها، ان انا اضيف قطع ترندي، ان انا اضيف قطع ستيتمنت، ان انا اضيف قطع على ذوقي وستايلي اكتر، لان البيزكس هي الفاونديشن بتاع الاوتفيت اللي احنا بنلبسه، تانك توبس زي التيشيرتات زي القمصان كل الحاجات دي حاجات اساسيه بحتاجها دايما، بنطلون جينز يكون بكواليتي كويسه، كوتشي مثلا ابيض، كل الحاجات دي اساسيه، كل الحاجات دي بنحتاجها دايما. بردك القطع التايم ليس هي اللي بتقعد عندنا سنين ياما مدتها مش بتتغير، ومش بحتاج ان انا كل سيزون اغيرها تاني، زي مثلا ترنش كوت، زي مثلا البلطوهات، زي مثلا اللوفرز، كل الحاجات دي قطع تايم ليس بتقعد معانا في الدولاب سنين ياما قوي مش هنغيرها اساسا لان هي مدتها مش بتروح. التيب بقى ودي مهمه قوي بالنسبه لي، وهي ان انا ابدا بالحاجات اللي انا محتاجاها بس هي غاليه اخد اكبر مبلغ من البادجت بتاعتي. يعني مثلا انا لو عايزه جاكيت جينز، وده اللي انا عملته الصيف اللي فات، كنت محتاجه جاكيت جينز وكان معايا مبلغ، ف
في حدود مثلا 1500 جنيه، والجاكيت الجينز كان يعتبر بنصهم، كنت شايفاه ب 700 جنيه. فوقتها اول حاجه عملتها اول ما مسكت الفلوس ان انا رحت اشتريت الجاكيت الجينز. ليه؟ علشان بقيت الحاجات ممكن اوفرها من الهدوم المستعمله هتبقى ارخص، ممكن اخيطها هتبقى ارخص، لكن الجاكيت الجينز انا مش لاقي جاكيت جينز حلو في المستعمل، مش عارف اخيطه، فبالتالي هو اعلى حاجه في البادجت، فانا مش عارفه هقدر اجمع ال 700 جنيه دول تاني امتى، فاشتريته الاول. وبعدين الباقي اشتريت بيه بقى بقيت الحاجه اللي انا كنت محتاجاها، لان انا اي حاجه تانية عايزاها هي ارخص، فانا هقدر اوفرها في اي وقت. جاكيت الجينز ممكن ما اقدرش اجمعهم، ولو جمعتهم فممكن اكون محتاجه تانية، فاقعد اقول 700 جنيه ممكن يجيبوا لي كسوه من الهدوم المستعمله، ممكن يجيبوا لي مش عارفه جزمتين او جزمه، ممكن يجيبوا لي حاجات مختلفه، لكن الجاكيت الجينز ممكن وقتها اقول حرايح حريه شويه. والحوار ده عامل معايا زي حوار السلوبيته بالظبط، كل ما اجمع فلوسها فهم قايل لا هروح اشتري مش عارفه ايه، لا هروح ايه، فبلاقي فلوسها بتتصرف. يعني ان انا السلوبيته اللي انا نفسي فيها او بشوفها بتبقى ب1000 وي عشان اجيب حاجه تعيش وتقعد معايا سنين ياما. فنفس النظريه برضه بفكر ان الالف وي من هدوم المستعمله هيجيبوا لي حاجات كتير جدا، وفعلا هم بيجيبوا حاجات كتير جدا، فكل سنه بجيبها. بس حاجه معانا وهي الشوب سمارت، دي بقى ليها علاقه بتكنيك الشراء نفسه. انا قريب ان شاء الله هعمل فيديو، يعني بعد الفيديو ده هعمل فيديو عن ازاي نشتري صاحب مننا في فتره الخصومات، ويعني ننزل نشتري اليومين الجايين، وبرضك بينفع للشتا لما نيجي نشتري، فهعمل فيديو اليومين الجايين عن الحوار ده. لكن دلوقتي هقول لكم شويه تيبس تستعملوها وانتوا بتشتروا، هتفرق معاكم برضك جدا في كميه الهدوم اللي هتكون موجوده في دولاب. اول حاجه هي كواليتي اوفر كوانتيتي، يعني الجوده اهم من الكميه، يعني ان انا اشتري قطع تكون بكواليتي عاليه او الجوده بتاعتها كويسه، التقفيل بتاعها كويس، الخامات بتاعتها حلوه، بحس ان انا كل سنه تفضل موجوده في الدولاب. يعني ان انا اشتري كل سيزون الحاجه اللي اشتريتها السيزون اللي فات تاني، يعني مثلا انا عايزه تيشرتين مثلا واحد ابيض واحد اسود، فادور ان انا اشتريهم بكواليتي كويسه او باعلى كواليتي اقدر ان انا اوفرها، بحس ان انا السنه اللي جايه اطلعهم البسهم عادي، والسنه اللي بعديها اطلعهم البسهم عادي، مش هاجي بقى ان انا اكون لبستهم السيزون ده واجي السيزون اللي بعده يكونوا اتهلكوا، فاحتاج ان انا اعيد الموضوع من الاول. لا، انا عايزه ابني دولاب كل سنه ازود فيه، مش كل سنه ابدا الموضوع من الاول. حاجه عودي نفسك ان القطع اللي تشتريها تكون بتزود عدد الاوتفيتس اللي عندك او عدد الاطقم اللي ممكن تطلعيها منها. يعني انا لو هشتري الكارديجان ده فلازم اتاكد وانا بشتريه ان في 3 طرق تانية اقدر البسها بيه، او اقدر ان انا اطلع منه 3 اوتفيتس تانيين غير الاوتفيت اللي انا لابساه ده، لان لو مش كده يبقى ما يستحقش ان انا اشتريه ومش هيعمل عندي كميه، او ما اشتريش بردك القطع اللي محتاجه حاجات تكملها. يعني مثلا انا ما اشتريش ده وبعد ما اشتري اكتشف ان هو عايز بادي تحتيه وعايز شورت تحتيه وعايز مش عارفه ايه تحتيه، لا اشتري قطع اكون عارفه ان هي هتمشي على الاطقم اللي عندي وهتطلع معايا اكبر عدد من الاوتفيتس، علشان احس ان دولابي سهل ان انا ادمجه مع بعضه، واحس ان انا عندي عدد هدوم كتيره علشان انا بقدر اعمل اطقم اكتر. الحاجه هي حددي الستايل بتاعك عشان ما تشتريش حاجه وتركنيها، وحددي شكل جسمك عشان ما تشتريش حاجه وترجعي تعيطي جنبي. رايق جدا الموضوع دوت، علشان انا مريت بالفكره دي ان انا كنت ببقى هموت واشتري الحاجه وبعد ما اشتريها احس ان هي مدخلاني، احس ان هي مش حلوه عليا، واقعد بقى طول الوقت بقى اصيح بقى واعيط انا لازم اخس انا لازم اعمل، مع ان المشكله ممكن ما تكونش في جسمي وما تكونش فيا، او هي اكيد اصلا مش فيا ولا في جسمي، لكن هي في القطعه اللي انا لابساها دي ان هي مش مناسبه ليا. كده كده لازم احط في دماغي وانا بشتري ان مش كل الهدوم هتلاقي عليا، ده كده كده. يعني في حاجات على الرفيعين بتبقى احلى، في حاجات على الكيرفي او التخان او التختخين شويه بتبقى احلى، فكل واحد يشتري على حسب شكل جسمه هتبقى انسب حاجه ليه، وعشان اطلع باكتر حاجه مناسبه ليا، اكتر حاجه تبرز شكل الشيب بتاعي احلى. فدي حاجه مهمه قوي، نقطه مهمه عشان ما نجيبش حاجه ونركنها. حاجه ما تشتريش حاجات ترند كتير، انا مش مع فكره ان انا امنع الترندات خالص من الدولاب علشان ما ملش، وعشان لو انا فعلا ببني دولاب بقاله اكتر من سنه، فمع الوقت احس ان انا مليت من اللي عندي، احس ان انا عايزه اغير فيه، فانا مع فكره ان انا عادي اضيف ترندات للدولاب، لكن قبل ما اضيفها اسال نفسي 3 اسئله. اول سؤال، هل هي مناسبه ليه شكل جسمي؟ دي نقطه مهمه قوي عشان زي ما قلت لكم ما تقعدوش تعيطوا جنب القطعه. طبعا انتوا مستغربين انا ليه غيرت وكده، لكن النور قطع وانا بصور الفيديو ده، ف ده تاني يوم وانا بصور بقيه الفيديو كده، انا ما كملتش تصوير وقتها. خلينا في موضوعنا، كنا بنتكلم في رابع نقطه، في نقطه ان احنا نشوب سمارت او ان احنا نشتري صح، هل هي مناسبه لستايلي؟ هل لو خلاص ما بقتش موضه وما بقاش حد بيلبسها انا هلبسها؟ اتعلم طرق جديده نستايل بيها الهدوم بتاعتنا. اسهل واوفر طريقه ان احنا يكون عندنا هدوم ياما من غير فلوس هي اننا نبذل مجهود شويه مع دولابنا، يعني اغير الطريقه اللي بلبس بيها الهدوم بتاعتي. يعني مثلا لو انا بلبس دول على بعض اجرب ان انا البسهم بطريقه مختلفه، او اجرب ان انا ادرب قطع جديده مع بعض، اجرب ان انا ادور مثلا على بنترست واشوف مثلا صور عجبتني واحاول ان انا اطلعها
من دولابي او البس زي الاوتفيتس دي من دولابي. كل المرات اللي بتجيلي فيها طوفه كده وبفكر ان انا مثلا اطبق الدولاب واقعد اقيس واقعد اجرب دي على دي، او اشوف مثلا صوره عجبتني وحاولت ان انا اطلعها من دولابي او القطعه دي عندي حاجات قريبه ليها فبفكر ان انا اجربها ان دي طريقه جديده عليا، دايما كنت بحس ان انا عندي هدوم كتير، دايما كنت بحس ان انا مش محتاجه اشتري وان انا الدولاب ده جميل قوي وعندي احلى دولاب في الدنيا. بقى كل الحاجات دي بتتوقف علينا احنا محتاجين نبذل شويه مجهود ونخرج بره الصندوق بتاعنا وبره الكومفورت زون بتاعتنا في اللبس، يعني نجرب مثلا نعمل لايرنج، نجرب نلبس حاجات جديده على بعض، نجرب ستايلات جديده، مين عارف يمكن تلاقي نفسك بتحبي حاجات انت ما كنتيش بتحبيها، او مثلا في حاجات ما كانتش تيجي على بالك ان انت تلبسيها. اهم حاجه ما تعمليش الموضوع وانت متقدره، لا اعمليه وانت مبسوطه كده، يعني شغلي اغاني واعملي لك مود كده وجو، سرحي شعرك كويس وتمكيجي، او لو انت محجبه اعملي مثلا لفه طرحه حلوه وتمكيجي، هتلاقي ان في فعلا هدوم ياما عندك في الدولاب، هتلاقي ان انت يعني مش محتاجه تشتري هدوم لان انت كده كده عندك، بس انت اللي مكرتنه عليهم او بتلبسيهم بطرق عاديه قوي، او مثلا انت خلاص زهقتي لان انت بتلبسي على طول بنفس الطريقه او بنفس الاسلوب، فمحتاجين نغير شويه. هشوفكم في الفيديو اللي جاي دوت اللي فيه بنتكلم عن موضه الخريف 2023، بما اننا خلاص دخلنا على الخريف وخلاص احنا رسميا فيه، فهعمل لكم فيديو عن ترندات بتاعه الخريف، بحيث ان انتوا لو حابين تشتروا حاجات اليومين دولت للصيف ممكن تضيفوا حاجات تلبسوها للخريف، او لو عندكم تغيروا الطرق بتاعتكم في الستايل وكده، او تطلعوا الحاجات المركونه ايا يكن. فهقول لكم باي في الفيديو ده، لكن هشوفكم الفيديو اللي جاي. باي.